بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي نيرين عكاشة، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية في كلية طب جامعة عين شمس. أنا هديكم يعني نبذة عامة عن عوامل الخطورة اللي بالنسبة لأمراض القلب اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. أول حاجة، احنا دلوقتي في حاجة عوامل الخطورة دي، حاجة لو الواحد عنده واحد من هذه الأمراض أو واحد من هذه الأعراض، فهو بيخلي نفسه أكتر عرضة إن هو يحصل له مشاكل بالنسبة للجهاز الأوعية الدموية بتاعه، بالنسبة لعضلة القلب بتاعه. إيه هما عوامل الخطورة دي؟ هي إيه؟ خلينا نبص على أول حاجة، وهي التدخين. التدخين طبعا من الحاجات اللي هي بتأثر تأثير شديد على عضلة القلب وعلى شرايين القلب، وتتسبب في زيادة معدلات جلطات القلب. تاني حاجة، مرض السكر. مرض السكر طبعا من الحاجات اللي بتأثر مباشرة على الأوعية الدموية، وبتسبب ان هي بتزود الخطورة بتاعت ان الانسان يصاب بجلطات في القلب او بهبوط في عضلة القلب. تعالوا نشوف حاجة تانية اللي هي ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم من الحاجات المهمة جدا علشان ان هي تأثر على عضلة القلب. ارتفاع ضغط الدم بيسبب نوع من التضخم في عضلة القلب، وده على المدى الطويل ممكن يؤدي الى هبوط في عضلة القلب. ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤدي الى زيادة معدل حدوث جلطات القلب. ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤدي الى زيادة في الجلطات الدماغية او النزيف في المخ، فلازم نبقى واخدين بالنا منه كويس قوي. الحاجة التانية من عوامل الخطورة، وهي زيادة الوزن. زيادة الوزن من الحاجات الشديدة الخطورة، لأنها بتبقى مرتبطة بأن هو المريض اللي هو عنده يعاني من زيادة مفرطة في الوزن، ضغط الدم عنده هيكون عالي، ممكن أن هو يصاب بالسكر، عرضة لإصابة بالسكر أكتر من غيره، وكذلك بتبقى فيه تأثير على الشرايين بتاعته، على الأجهزة الداخلية في الجسم بتاعه، فلازم ناخد بالنا منها. حاجة تانية من عوامل الخطورة، وهو العامل الوراثي، أو إن هو يكون في حد من العيلة في سن صغير، يعني سواء حد من الإخوة أو سواء الأب والأم، إن هم جالهم مرض من أمراض الشرايين التاجية وهو في سن صغير. يعني مش مثلا اللي هو في سن صغير معناه إن هو في الأربعينات أو في الخمسينات من العمر أصيب بجلطات، فبيبقى عادة الإخوة في السن ده بيبقى هم كمان عندهم نفس عرضة إن هم يحصل لهم إصابات في الشرايين التاجية للقلب. حاجة تانية من عوامل الخطورة، واللي هي حاجة مهمة جدا، هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم. ارتفاع نسبة الدهون في الدم، اللي هي طبعا الدهون زي ما احنا بنسمع عنها، في حاجة اسمها الدهون الضارة أو نسبة الكوليسترول الضار، ده ارتفاعه في الدم بيؤدي إلى ترسبه في الشرايين، وده بيؤدي إلى ضيق في هذه الشرايين والإصابة بجلطات القلب أو زيادة في جلطات القلب. فلازم ناخد بالنا ان اي حد عنده اي عامل من عوامل الخطوره، سواء وزنه زايد او عنده سكر او عنده ضغط او بيدخن او عنده عامل وراثي في العيله بتاعته، او الدهون عنده عاليه في الدم، وشعر باي اعراض من اعراض اللي هي الازمات القلبيه، اللي هو حس باي الام في الصدر ابتداء من الحجاب الحاجز الى الفك السفلي، سواء في الناحيه اليمين او في الناحيه الشمال، سواء في ايديه او في صدره او في ظهره، لابد ان هو يحاول ان هو يلجا للطبيب المختص علشان ان هو يحاول ان هو يبعده عن خطر الازمات القلبيه. شكرا جزيلا دكتوره نيرين عكاشه، استاذ امراض القلب.